يوم الرابع من نيسان من عام 2004 حدث لميرنا في البيت في السوفانية بدمشق انخطاف أمام العديد من الأطباء العالميين والإعلاميين واللاهوتيين. قال لها السيد المسيح خلاله: وصيتي الأخيرة لكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق في قلوبكم. من هنا انبثق نور من جديد، أنتم شعاع لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة حتى كاد أن يفقد القيم. أما أنتم حافظوا على شرقيتكم، لا تسمحوا أن تسلب إرادتكم، حريتكم وإيمانكم في هذا الشرق. وحدث لميرنا بعد ذلك بعشر سنوات تماما، يوم 17 من نيسان من عام 2014 انخطاف قال لها يسوع خلال هذه الرسالة: الجراح التي نزفت على هذه الأرض هي عينها الجراح التي في جسدي، لأن السبب والمسبب واحد، ولكن كونوا على ثقة بأن مصيرهم مثل مصير يهوذا. هاتان الرسالتان كان سمير كويفاتي والمرحومة ميادة بسيليس زوجته قد اتفقا على تلحينها وترتيلها وتسجيلها ضمن تسجيلات تشمل جميع رسائل السوفانية، الرسائل التي قالتها السيدة العذراء والسيد المسيح. ووضع سمير لحنا لهاتين الرسالتين، وفي اليوم الذي كان مقررا أن يتم فيه التسجيل تدهورت صحة ميادة، واستمر التدهور 3 أشهر، وكان الأمل وثيقا بأن ميادة ستستطيع تسجيل هاتين الرسالتين، إلا أن وضعها ظل يتدهور، إلى أن قررت هي قبل وفاتها ب9 أيام أن تسجل هاتين الرسالتين، وقد سجلتهما بصوتها وهي على سرير الموت، بحيث إن الأطباء الذين كانوا حاضرين لم يكونوا ليصدقوا ما يحدث. استمعوا الآن إلى هذا التسجيل الخارق. وصيتي الأخيرة لكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن احملوا الشرق
الشرق في قلوبكم. من هنا انبثق نورا من جديد، أنتم شعاع. وصيتي الأخيرة لكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، ولكن نحمل الشرق في قلوبكم. من هنا انبثق نورا من جديد، أنتم شعاع. لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة، لعالم أغوته المادة والشهوة والشهرة، حتى كاد الأمن يفقد القيامة. لأن مصيري